البخل شجرة أصلها في النار، هكذا يقول العلماء. والبخيل، البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. يقال مكتوب على باب الجنة لا يسكن لا يجاورني فيك بخيل إلى هذه الدرجة. والكريم قريب من الجنة، قريب من الناس، قريب من الله، بعيد عن النار. لأن الإنسان الكريم كأن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت تتكرم على عبادي وأنا أتكرم عليك، يعني الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي.